الدنيا وما فيها. ما رأيت؟ هل نحن في حلبة مصارعة؟ أم نحن في رياضة وجدت للروح الرياضية وليس لاستعراض العضلات؟ مشهد مزعج ومخزي أن تعتدي على زميل بهذه الطريقة الوحشية لأنك خسرت، هذا دليل قمة الفشل. وإن حاولت الاعتداء على الإداريين بعد فعلك المشين لأمر مخجل أيضا. لابد أن تكون هناك وقفة صارمة تجاه كل من يظهر بهذا المظهر الفاشل. أنت في بلد هي منبر ومهد للحضارة وموطن الأخلاق، وينعم الجميع هنا بالأخلاق والروح العالية والتسامح كذلك. جوهر FM.